اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للترند المونديال نشوف ابرز الامور والاخبار الموجوده في كاس العالم فيفا قطر 2022. واول حاجه معايا حساب المنتخب السعودي على تويتر، واللي بيقول ياسر الشهراني يصل الرياض. غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم مدينه حمد الطبيه بالدوحه بعد نقله بالاخلاء الطبي الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عمليه جراحيه خلال الساعات القادمه حسب الخطه العلاجيه التي وضعها الجهاز الطبي له. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل. ألف مليون سلامة على البطل ياسر الشهراني الظهير الأيسر لمنتخب السعودية. بالمناسبة إصابة ياسر الشهراني معناها أن مفيش بديل، مفيش ظهير أيسر موجود في منتخب السعودية خلال المباريات القادمة. النهاردة كمان سلمان الفرج للأسف لن يستكمل مباريات كأس العالم مع المنتخب السعودي، يمكن إصابتين ولاعبين مؤثرين بشكل كبير جدا مع المنتخب السعودي، لكن باقي اللاعبين رجالة بمعنى الكلمة تحت قيادة الثعلب هيرفي رونار، مدرب قدير، مدرب نجح بشكل كبير جدا مع كل المنتخبات التي دربها منذ 2012، البداية مع زامبيا ثم الكوت ديفوار ثم المغرب والآن مع المنتخب السعودي. نروح كمان لإي بي إل وورلد، وبتتكلم على أحد نجوم منتخب السعودية، بتتكلم على حسن تامباكتي. قال لك كسب جميع الثنائيات على الأرض مع لاعبي منتخب الأرجنتين، نسبة النجاح 100%. كان لاعب مميز جدا وعمل أداء رائع جدا على ليونيل ميسي. ميسي بعد أول 10 دقايق اختفى تماما من الملعب، محدش شافه طوال ال 80 دقيقة بخلاف الوقت الضائع. طبعا النهارده كان يعني يمكن هذه المباراة لعب فيها ما يقرب من حوالي شوط أو نص شوط وقت ضايع ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. حسان عنده 23 سنة فقط، هل تراه مناسبة للاحتراف؟ بالمناسبة السؤال ده مهم جدا. ليه السؤال ده مهم؟ كل لاعبي منتخب السعودية بيلعبوا في الدوري السعودي، أو بمعنى أدق التشكيلة الأساسية والرئيسية للعب قدام الأرجنتين منهم 8 لعيبة بيلعبوا في نادي الهلال السعودي، بل كمان منهم 2-3 مش أساسيين في نادي الهلال، ومع ذلك تألقوا بشكل كبير جدا أمام منتخب الأرجنتين، التانجو الأرجنتيني اللي خسر بشكل مفاجئ 1-2 أمام منتخب السعودية. نروح كمان لحساب يلا كوره وتصريحات لوليد الرجراجي. النهارده قدر يعمل تعادل جيد مع كرواتيا، وكمدرب للمغرب قال اعتقد اننا احترمنا المنتخب الكرواتي كثيرا في بعض الاحيان، ولكن النتيجه في النهايه جيده. وليد الرجراجي النهارده اعتمد على اداء مميز لياسين بونو حارس المرمى وتفوق لرباعي خط الدفاع، الظهير الايمن يلعب في بايرن ميونخ والظهير الايسر بيلعب في باريس سان جيرمان، لاعبين مميزين ولكن ينقص المنتخب المغربي الانتقال في الخطة الهجومية أو نقل الكرة من الدفاع للهجوم بشكل أسرع عشان يقدر يحقق نفس الأداء والنتيجة اللي حققته السعودية في المباراة الأولى. طيب نروح كمان لسبورت 360 مصرية، وبيتكلموا على أن الحارس نصف الفريق، تألق الثلاثي في الجولة الأولى بالمونديال، محمد العويس حارس السعودية، أيمن دحمان حارس تونس، ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، حراسة مرمى منتخباتنا العربية في أمان. أنا شايف الحارس مش نص الفريق، ده الفريق كله بعد الأداء الجيد تحديدا من ياسين بونو النهاردة أمام كرواتيا وصيف العالم. طب نروح لحساب يلا كورة، وبيقولوا أن حاجة تاريخية بالنسبة للوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، قالوا عليه هو أصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم يلعب في كأس العالم وبطولة أوروبا في ثلاث عقود مختلفة، في ثلاث عقود مختلفة. طبعا ده هنا بنتكلم على تاريخ كبير جدا للوكا مودريتش، احنا بنتكلم مودريتش حوالي 37 سنة، يعني لعيب خبرة كبيرة وسنه كبير ومجهوده كمان كبير. كان النهاردة ممكن ياخد انذار، لكن يعني تم التغاضى عن الانذار ليه في وسط الملعب، لكن لوكا مودريتش من اللعيبة المهمة جدا في منتخب كرواتيا. حساب الاتحاد الدولي حساب كأس العالم على تويتر بيقولوا ان لوكا مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وكرواتيا. يبدو ان الامور الاعلانية بتبقى مهمة جدا في تحديد مان اوف ذا ماتش. يعني النهارده من وجهة نظري نجم المباراة النهارده هو ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، او مرابط نجم خط وسط المنتخب المغربي. ما شفتش النهارده في كرواتيا لاعب مميز، لكن لوكا مودريتش طبعا نجم كبير والسوق الاعلاني بيفرق جدا في تحديد كمان مان اوف ذا ماتش. طيب نروح كمان لحساب المنتخب الفرنسي على تويتر، واللي بيقولوا ان الرباط الصليبي بينهي مشوار لوكاس هيرنانديز في كاس العالم، تعرض لاصابه قويه والرباط الصليبي، يعني بمعنى ادق نقدر نقول لوكاس هيرنانديز خلاص الموسم بالنسبه له انتهى، مش كاس العالم بس. نروح كمان لحساب كريستيانو رونالدو على تويتر، واللي نشر بيان وقال فيه بعد الانفصال اللي تم مع المان يونايتد بالامس،
كريستيانو قال ايه؟ سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري. يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين، مسجلا 145 هدف خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الافضل خلال المستقبل. الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إيريك تنهاج والعمل سويا لتحقيق النجاح. آخر حاجة معايا في ترند المونديال وحساب في الجول، وهو بالتأكيد قرار من الاتحاد الإنجليزي اللي قرر فيه إيقاف رونالدو مباراتين وغرامة 50,000 جنيه استرليني بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون. طبعا بعد انتقال كريستيانو من مانشستر يونايتد، هل ينتقل للمان سيتي؟ ده هنشوف الفترة الجاية، بس حتى لو انتقل للمان سيتي هيتعرض لإيقاف المباراتين بعد هذه الوقعة.